العمل كان متوازن يعني النجارين شغالين، الحدادين كل بيكونوا بيفصلوا الحديد، بيكون في نفس الوقت بيتشوه. والإنسان الروحي ده بالولادة الجديدة دي يقدر يشوف ويقدر يفهم. المفروض إن أنا أتولد في طنطا، أربعة اثنين 1936، كان بيشتغل في شركة الكتان. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ودهر الدور كلها أمين. بمحبة كبيرة جدا ربنا خلق الإنسان، خلق الإنسان عشان خاطر يتمتع بأبوة الله. ربنا ما كانش محتاج أنه يخلق حد عشان يعبده، لكن ربنا خلق الإنسان عشان يتمتع بيه، زي بالظبط ما أي أب بيجيب ابن والابن ده بيتمتع بكل خير أبوه. ووقف كده ربنا مع آدم وقال له آدم خلي بالك لو أخطأت ده خطر قوي، خطر قوي عليك، هتموت يا آدم. والحقيقة اللي حصل إن آدم غلط، هو آدم أخطأ بغواية الحي وصار آدم ميت، على الرغم إنه كان عايش وبيتحرك وبيتكلم وبيأكل وبيشرب وبيروح ويجي، لكنه كان ميت. والحقيقة إزاي الميت يوصل للسماء؟ وازاي الانسان اللي بقى فكره وذهنه مرتبط بشرور كتيره يدخل السماء؟ ازاي يعني؟ كيف يرث الفاسد عدم الفساد؟ لكن الموضوع ده ما كانش مشكله عند ربنا، ربنا كان عارف الحل. قرر ربنا، بشيل كلمه قرر دي، ربنا دبر خلاص الانسان بطريقه عجيبه جدا تدل على محبته الكبيره، تدل على انه ما بيكرهش الانسان. أخد نفس جسدنا وجه وتجسد، ولما تجسد أخد نفس الطبع ده، ولما تجسد أخد نفس الطبع ده وعاش بيه فترة وورانا إن إحنا ممكن نعيش بدون شر، وإدانا الإمكانية دي إن إحنا نعيش بدون شر. اتصلب ومات وقام ورجع الحياة تاني للإنسان. بس أنهي حياة بقى؟ الحياة بتاعت الأكل والشرب إطلاقا، رجع له الحياة اللي توصل له السماء، رجع له الحياة اللي توصل له السماء عشان خاطر الإنسان تتفتح له السماء تاني ويقدر يرجع. لما ترجع له الحياة تاني، لما يتولد ولادة جديدة. عشان كده جاء في يوحنا 3 اتكلم عن نيقوديموس وقال له إيه؟ قال له نيقوديموس لازم يتولد تاني الإنسان اللي هيدخل السماء ده. نيقوديموس احتار، يعني إيه يا رب قصدك إيه؟ قال له تتولد من الماء والروح، وما فهمش نيقوديموس. طب ازاي يا رب انت جاي عشان خاطر تقوم ترجع الحياة لجسدنا الميت ده وتدينا القوة دي؟ طب تديها لنا ازاي؟ انت ربنا لا يمكن ان تمسك من الموت، لكن تديها لنا احنا ازاي؟ فشرح لنا معلمنا بطرس بعد لما شاف القيامة بعينيه، بعد لما قعد المسيح يكلمهم وشافوه ولمسوه وتأكدوا انه قام وفهموا، قال لنا كده: مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي اقامنا ثانية بقيامة الرب من الأموات. القيامة دي هي اللي ترجع الحياة. بس يفضل برضو السؤال: إزاي أنا أتمتع بيها؟ المسيح جه وقام، لكن أنا أتمتع بيها إزاي؟ فشرحنا بولس الرسول، قال لنا كده: أصل إحنا في المعمودية مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه. يبقى إذن أنا بتمتع بقيامة المسيح بالمعمودية اللي أنا بدخل فيها معاه، بشترك معاه في موته وقيامته، وبتمتع بالقيامة دي وافضل فيها طول حياتي، ترجع لي الحياة تاني اللي بتوصلني للسماء. أبقى إنسان قائم، أبقى إنسان لا يمكن أن أمسك من الموت ولا من الشر ولا من الخطية، أبقى إنسان قادر أني أقوم وأنفض الوقعة بتاعتي وأتوب التوبة قيامة. ومش كده وبس، تخيلوا ربنا ما سبناش كده وبس، إدنا كمان روحه. نمسك الطفل اللي لسه متعمد ده، أو الإنسان اللي لسه متعمد، وفي سر عظيم جدا اسمه سر حلول الروح القدس المعروف كمان بسر الميرون، نكرس الجسم ده كله لربنا بزيت الميرون، وأبونا ينفخ فيه ويقول له من دلوقتي تقبل الروح القدس وتكون مسكنا، ويفضل الروح القدس فينا. طب يعمل ايه؟ قال لك يجددنا ويغيرنا ويدينا الحياة. ويقول لنا بولس الرسول كده: إن كان روح
الذي أقام المسيح فيكم. إذا كان الروح ده فيكم ده يعمل فيكم إيه؟ ده يقومكم كل يوم. والعجيب إن ربنا يكمل العمل العجيب بتاعه ده بإنه يدينا جسده ودمه ويقول لنا كده: كما أن الآب حي وأنا حي بالآب، من يأكلني يحيا بي. الخبز الذي أنا أعطي هو جسدي، من يأكل جسدي يشرب دمي يحيا إلى الأبد. دي الفرحة اللي احنا عايشينها كلنا. عشان كده تيجي الكنيسة في الخمسين وتلاقي مزمور كده يعبر عن إحساس الإنسان اللي قايم. يقول المزمور، يقول كده: قد امتلأنا في الغدوات من رحمتك. قصده يعني كل يوم الصبح، كل يوم الصبح الواحد يفتح عينه كده يقول: يا رب أشكرك لأن رحمتك كبيرة جدا. قد امتلأنا في الغدوات من رحمتك وابتهجنا وفرحنا كل أيام حياتنا. هيا احنا متمتعين ببركة كبيرة جدا، متمتعين بالبنوة لربنا. لإلهنا كل مجد وكل كرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. من 87 لغاية 93 كنا بنصلي بقى في الكنيسة بتاعتنا. وبعد كده جت الفكرة إن كان في زحمة كنيسة كتير وشعب الكنيسة كتير، وفي أسبوع الآلام ابتدينا في الكنيسة قلنا نعمل شادر. صح، في الفترة دي كان في ربنا يمسيه بقى بالخير أستاذ باشمهندس الصليب. باشمهندس الصليب كان معانا كلها. كانت العربية الطوب تخش كده ومتغطية، فما حدش عارف طبعا دي بتاعتي. والناس طبعا يعني ايه بيحبوا الكنيسة يعني، مش عارف شايفين مش شايفين، ما عارفش ده ايه اللي كان بيحصل يعني. لكن كانت العربيات تخش كده متغطية، تخش جوه الحوش ويتقفل الباب وينزل الطوب. اتبنت الجناب. بعد ما اتبنت الجناب وكان السقف زي ما هو بقى ايه، خشب وشادر يعني. وبعد كده ضيقوا عليه المايش، اتعمل واتصلى اسبوع الام في السقف ده. الجمعة الكبيرة كان 93. بعد اسبوع الالام بقى بالعصارات الحارة دي جت فكرة. اتذكر الباشمهندس الصليب قال ان احنا نعلي عشان يبقى فيه تهوية جاية يعني. شوية جت الفكرة ان ايه، طب 6 متر، طب ما الجزء اللي ورا ده نعمل بلكونة. طب محتوى اكتر نعمل بلكونتين كمان من الجنب. فمحتاجين مول زلط، محتاجين رم، محتاجين اسمنت، محتاجين خلاطات ما تعملش صوت. ربنا يمسيه بالخير بقى كان الاخ ساجي اللي هو البروجيشن ده حاليا، كان بصراحه جريء وشاطر. فجت الفكره ان العربيات الزلط تيجي من ناحيه المستشفى وتقلب كده بالقلاب بتاعها. جينا بعد كده عايزين الخلاط ما يعملش صوت، فقعدنا نفكر عايزين خلاط كهرباء. ففي شركه يعني برضو من ولادنا ربنا يبارك لهم وفروا لنا الحاجات دي. فجت الفكره ان تتعامل بقى الكنيسه بوضعها النهائي، نعمل نص برميل بقى. ان الكنيسه لازم تتبنى في بهاء وفي لوك في شكل جميل يعني. اول حاجه كان قماش 3 متر وشويه، وبعدين الصاج اللي معزول ده 4 متر، وبعدين بقى 6 متر، وبعدين من 6 متر ل 12 متر. عايزين 12 متر بقى. وجيتوا في البرميل بتاع نص الكنيسه ده، نص برميل ده رفعته 15 متر. طبعا دي غابه من الخشب تطلع، وكنا منفجرين، وبعدين كل واحد بس يخبط على النقطه كده باين قوي طبعا. فكنا دايما لما نيجي نشتغل نشغل قداس صوت عالي. فكان ده ابونا بقى يخش، ابونا محار طبعا يبص كده ويقرش بس ربنا معاكم ربنا يبارك. فكان يدي دفعه طبعا علينا الصاج 12 متر. لا احنا وصلنا دلوقتي خلاص 15، جبت عليها رقم 3 او 4. بقى ايه، خلاص اتجلبنا السقف بتاع البرميل. التجليد ده لازم الصناعي بيبقى موجود فوق وبيبتدي يفرد واحد واحد كده فوق الصاج. في الوقت ده كنا في عز الصيف، فاكر انا كان الصناعي بيشتغل واول لما الصاج يلمس كتفه لان يعني بيشتغل خلاص، احنا في الاخر الصاج فوقيه وهو بيطبق بس بيفرد الخشب. طبعا الحديد ده بيبقى حديد طويل كبير قوي، والاساخ الطويله حركه عايزه مساحات كبيره عشان تقدر يتحرك ويلف ويحط ويشتغل. طبعا كان الحديد بيجي جاهز طبعا متفصل، بس عشان يتحط
كان في معاناه كبيره قوي من ناحيه يعني النجار والحداد. طبعا بعد كده بقى موضوع الصب ده باقي بقى ايه؟ الصب الخرسانات. صب الخرسانات ده طبعا كم خرسانات رهيب ولازم نصب فيهم واحد. طبعا العمل كان ايه؟ متوازي يعني النجارين شغالين، الحدادين كل بيكونوا بيفصلوا الحديد، بيكون في نفس الوقت بنشون بنعمل المهم بتاعتنا. كان ما ينفعش نقف، ما ينفعش نقعد نوصل، وزي ما بقول بنسرع مع الزمن، فلازم نصب ونخلص في يوم واحد. فتقريبا ما كناش بننام يعني. ابتدينا في الصب طبعا برضو عايزين خلاطات كهرباء او ناش كهرباء، ومش عايزين صوت، عايزين طبعا ميه والخرس. ده كان يوم احتفال بقى، يوم الصب. مش مصدقين ان احنا وصلنا للمرحله دي. طبعا الصب كان معاناه ليه؟ لان مفيش مساحه فوق. فاكر ان البرميل ده بالذات كبير 12 متر و3 متر ارتفاع، مش قليل. فانا فاكر كان العمال العامل مش قادر يحط الاصعد على كتفه، الاروان دي على كتفه، مش قادر، ما يقدرش يقف. فبالتالي كانوا كلهم يقعدوا كده يناولوا بعض. قاعدين على السقف وبيناولوا. ده يصب يديل ده 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 ويصب ويشتغل. الحاجات دي المفروض بتتصب في اي مكان في مشروع بالبمر. عربيات وخرسانات والكلام ده. لكن احنا الامكانيات يعني ضعيفه جدا. خلصنا الصب ده، ابتدت تيجي الفكره بتاعت ايه؟ طب بالمره بقى كده نعمل مبنى خدمات. حلو، كان اوضه القربان. اوضه القربان والحمامات. وكان فيه كده عايزين ده مبنى بقى يبقى ايه؟ مبنى كده كبير. ابتدينا بقى في مبنى الخدمات الدينيه. وده كنا جرأنا بقى شويه، فايه ابتدى يشتغل ايه؟ اسنان. انا فاكر يوم جمعه اسنان القداس. 23 ديسمبر 1994 يوم جمعه. الكنيسه اللي في الدور العلوي كان ربنا مظلل على العمل لدرجه شعب الكنيسه مش حاسس اللي بيحصل ايه. وكانت صلوات الاباء، صلوات ابونا مقار متركزه قوي، يا رب ظلل علينا، يا رب استر علينا. فضل ربنا مظلل علينا لغايه ما العمل كله خلص. نشكر ربنا يعني ان توصلت للمرحله دي، كانت ايد ربنا يعني عليا وزراعه ورفيعه يعني.